النهاردة في عرض فيلم فوتو كوبي للنجم الكبير محمود حميدة. أعتقد أكتر واحد النهاردة مهم إن احنا نصوره على الريد كاربت ونسجل معاه، وهو أهم واحد النهاردة هيقول لنا حاجات مستخبية كتير عن محمود حميدة. حفيده القمر، زيك، اسمك ايه؟ حسن. يا حسن، مين جدك؟ جدو. اسمه ايه جدو؟ اسمه ايه؟ محمود حميدة. عارف بتشوف له افلام محمود حميدة؟ ايه؟ البيبيونة دي انت اشتريتها النهاردة عشان الفيلم بتاع محمود حميدة؟ لا انا مشتريتهاش، انا هي كانت قديمة كده. اه كانت قديمة موجودة، يعني انت جاهز للريد كاربت. اه. بتحب محمود حميدة؟ نفسك تبقى ممثل كبير كده زي محمود حميدة؟ بتعرف تمثل؟ مين بيعلمك التمثيل، بابا ولا ماما؟ بابا. بابا بيعلمك. طب عايز تبدأ تمثل امتى، دلوقتي ولا لما تكبر؟ لما اكبر. لما تكبر، يعني مش هتمثل وانت صغير، مش هتطلع في دور كده مع محمود حميدة؟ ايه. انت النهارده جاي تحضر ايه بقى؟ جاي احضر الفيلم. شفته قبل كده ولا النهارده هتشوفه أول مرة؟ لا ما شفتوش. ما شفتوش. إيه أكتر حاجة بتحبها في جده؟ الأفلام. الأفلام بتاعته كلها. بيجيب لك لعب؟ لا. ما بيجيبلكش لعب جده؟ طب بيلعب معاك؟ لا. ولا بيلعب معاك جده؟ يا كدابة، أنا شايفاك النهارده على البحر بتلعب معايا على البيسين، صح؟ لا. واداكي مفتاح الأوضة وطلعت الأوضة واتشقيت، حصل ولا لا؟ حصل. ربنا يخليك. إيمان تعالي بقى قولي كلمة هحرجك أهو، كلمة لبابا، يعني الشقي ده ابن الوز عوام. إيمان بتتكسف، ولكن حسن هيبقى نجم كبير زي محمود حميدة. قول له في الكاميرا كده مبروك يا جدو. يلا مبروك يا جدو. برافو، احبك يا حسن.